أعزائي متابعي قناة بلينبيون عربية، كثير وردتني رسائل عن عرض الترجمة بالإنستغرام ما تظهر باللغة العربية، تظهر فقط باللغة الإنجليزية. فأنا راح أعطيكم ممكن شغلات تفيدكم إن شاء الله، لأنه أنا ما ظاهرة عندي، أنا كلها عربي. فأول شيء تحذف التطبيق، أول كل شيء تحذف التطبيق وترجع تثبته، تحذفه يعني تسوي مسح وترجع تنزله. اثنين تتأكد من الجهاز عندك بأقل شيء 7 أو 8 جيجا مساحة غير مستخدمة. ليش مساحة غير مستخدمة؟ حتى التطبيق يشتغل مضبوط، لأنه بدون هذه التطبيق ما راح يثبت مضبوط وراح ما تشتغل عندك الشغلات مضبوطة. خلصنا من التطبيق من الجهاز عفوا وتأكدت من المساحة، وبعد ما حذفت رجعت نصبت ما اشتغلت عندك، تروح على الانستغرام. اوكي، تروح على الانستغرام. انا عندي هذا الموقع نزلت لندن، فتشوف هنا عرض الترجمة ظاهر. اوكي، شو تسوي؟ تروح على، اذا ما ظهر عندك بقى باللغة الانجليزية، تروح على هنا، تروح على الحساب. اوكي، تروح على اللغة تخليها عربية. اوكي، إذا ما عندك عربية عربية. أوكي، أنا عندي عربية. أوكي، وتنزل على الشروح التوضيحية، ادفع لهذا الخيار. شوفوا هنا مكتوب إنجليزي، هسه أقولكم شو تحولوه عربي. وبالنسبة لإعدادات المتصفح أيضا تفتح. أوكي، هذا هم مهم، إعدادات المتصفح. هسه راح تروح على الإعدادات العامة مال الجهاز، تنزل على عفوا هنا، تنزل على اللغة، لغة تخليها لغة الجهاز العربية، وتسوي أبلاي. صارت العربية العراق، تقدر الإمارات. وهسه نرجع احنا على الانستغرام مالتنا، نشوف اللغة مالتنا عربية طبعا. الشروح التوضيحية شوفوا هنا ايش صار، صارت عربية. فهذا الخيار دائما خليه مفتوح. اوكي، اوكي، هسه نرجع على اخر شيء على مالتنا. هسه بالنسبة هذا عندنا دي يشتغل مضبوط، هنا دي يشتغل مضبوط. لاحظت لكم فد شيء، لاحظت هنا هذا ايضا مضبوط. بالنسبة لهذا عرض الترجمة اذا شغلته ما دي يشتغل. اوكي، مع العلم هنا موجود كلها كلمات this is our، هنا ايضا موجود بس ما اشتغل. فمعناتها قسم من الفيديوهات عرض الترجمة ما بيها لغة ثانية، يعني ممكن هو الجهاز ما يقدر يقراها. بس على العموم على البقية كلها إذا سويت هالخطوات كلها تنقرأ. أوكي، شوف هنا ترجم فقط هذا. فهذه خبرتي، ممكن بعد شهر ينزل شيء تحديث جديد، ممكن ممكن التحديث مال السامسونج يحدثه يحسنه. أنا بالنسبة لي اليوم يوم 22 أو 23 بشهر 5 يمشي هذا 2021، بس ممكن بعد شهر بعد أسبوع تتحدث يصير غير شيء. فأبقوا وياي، أنا شكو ينزل شيء جديد أنزل لكم إياه. بنهاية الفيديو إذا استفدتوا منه لا تنسوني بتعليق واشتراك ولايك، اشتراككم ده يرفعني. والحمد لله ده نمشي، وإن شاء الله نوصل ل100,000 بفضل الله ثم بفضلكم. شكرا للجميع، مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة.